لنعرف أكثر مع الناشط والصحافي سمير سكاف. صباح الخير. صباح النور ست ماجي. أستاذ سمير، سؤال هيك بكل وضوح ومباشر حول الملف يلي اليوم رح يبدأ بمحاكمة الموقوفين، يلي ما بعرف وين صار، أو يمكن الساعة 11 بعتقد يبلش فيه تحرك متزامن مع هالقضية. هل الثوار إرهابيين؟ يعني أكيد في 2 مليون إرهابي اليوم بلبنان، لأنه يلي نزلوا على الثورة تقريبا هني نص الشعب اللبناني، وبالتالي إذا كل واحد من الثوار إرهابي يعني نص الشعب اللبناني إرهابي. لكن نحن بالفعل عم نواجه سلطة إرهاب. يعني سمعني هلا حتى بالتقرير مع زينة من شوي صغيرة بفرجيكي أنه من تفجير المرفأ لسبع شهداء بالثورة، لوجع الناس، لسرقة مصريات الناس، لسرقة أرزاق الناس، لكل شيء عم بيعملوه من ذل وقهر ووجع للناس، للناس يلي وقفة على باب السفرات حتى تفل من لبنان، للشباب اللي ما عنده مستقبل، كل هيدا إرهاب من السلطة. لأكثر من هيك وصلنا أنه حتى القضاء بدل ما يحكم باسم الشعب اللبناني عم يحكم على الشعب اللبناني. صار ممنوع على الشعب اللبناني وعلى الثوار وعلى الثوار الموقوفين ممنوع يقولوا اخ، ممنوع يعبروا عن وجعهم. هلا بيقول لك انت في دوز عنف، ما اختلفنا، كانوا يقولوا لهم في شويه عم تكسروا هون، كسرتوا حجره كذا، هلا صاروا بما بتهمه الارهاب، وهيدي التهمه مرفوضه، هيدي التهمه مخالفه للقانون ومخالفه للدستور، مخالفه لكل الحريات العامه، هيدي السلطه هي سلطه الارهاب، هي اللي عم بتخلي الناس انها تنزل تعبر، والناس عم بتعبر بكل سلميه، ما حدا مسلح، ما حدا معه نقيفي بالشارع، يعني ما يجوا يبرموا الارهاب يلي هن عم بيمارسوه، وهن يلي مرات عم بيقوصوا، وهن يلي خلونا من عنا يروح سبع شهداء ويرجع بالاخر يطلع انه الحق على الثوار. هيدي التهمه مرفوضه، ونحن رح نضل بالشارع لحتى يطلع الثوار، نحن مش رح نقبل منهم ولا تهمه، هيدا شيء منه مقبول ابدا. وبدي اقول لهم اكثر من هيك، اذا كان في مليونين ارهابي رح نوصل لوقت انه يصير في 4 مليون ارهابي، لانه كل الناس بالاخر مضطره تنزل على الشارع، لانه الحد الادنى مثل ما شفنا صار 75 دولار، معاش الموظف، معاش العسكري صار اقل من 150 دولار، طيب شو ناطرين من الناس؟ ناطرين من الناس تغنجهم يعني؟ لا، طبعا رح بيكونوا عم بيواجهوا، رح بيكونوا عم بيواجهوا بالقوه، ونحن رح نكون عم نواجه بقوه، ورح نضل بالشارع، وما رح نخليهم يرتاحوا، ما يفكروا انه نحن رح نخليهم يرتاحوا، عندنا موقوف، وطالما في شاب من الثوار بعده عم بيتعذب بالسجن، ومرات كتير مش عم نعرف شو عم بيصير معهم جوا، ومرات بيقولوا لهم انه وكلوا لهم محاميه وبيكونوا ما وكلوا لهم، يعني في كتير امور الشباب عم بيعانوا منها، ونحن ما ممكن نترك الثوار لوحدهم على الارض. شو تداعيات هالاتهامات رح بتكون؟ وشو رح بيصير اليوم؟ في بدء محاكمات اليوم؟ في محاكمات، وفي في يعني بعد في استكمال كمان للتحقيقات، وفي اتهامات وغيره، لكن نحن من جهتنا رح نقول لهم هي امور هي ما بتمر هيك، ما رح تمر. يلي هن عم بيحاكموا اليوم بدل ما يحاكموا باسم الشعب اللبناني، رح يوصل وقت الشعب اللبناني هو يلي عم بيحاكمهم. نحن هيدا الموضوع مرفوض، رح نبلش تصعيد من اليوم من الحشد يلي هو بعد شوي صغير على الساعه 11، لا تصعيد بعد الظهر، لم نوعدهم كمان في تصعيد بكره وفي تصعيد بعد بكره، ما يفكروا انه البلد رح يرتاح والناس رح ترتاح اذا كان كل هيدي الناس هيدي ما قدرت تعبر بكل حريه عن مطالبها، عن اوجاعها، عن لقمه عيشها يلي هي هيدا اللي عم تنزل كرماله. يعني مش مقبول اليوم انه يجي ينقال اليوم انه في قصه في نوع من نوع من ارهاب او شيء، هيدا كله مرفوض، مرفوض جمله وتفصيلا يعني. نعم، يمكن الاتهام التصعيدي بالترهيب هو لإخافة الناس تنزل على الشارع، لأنه ما رح تكون القصة بقى توقيفات هيك بسيطة وتتدخل نقابة المحامين أو بعض المحامين الثوار، رح تكون اتهامات جدية مباشرة لإخافة الناس ما تعود تنزل على الشارع. لا، نحن منطمنون انه النزله على الشارع رح تضل مستمره، مثل ما شافونا من سنه ونص بالشارع، ومش بيعرفوا هني انه نحن ما طلعنا ولا لحظه من الشارع، كنا بكل الساحات من بيروت لطرابلس كذا لصور للنبطيه لعلي لوين ما كان، بكل ساحات لبنان لجل الديب لكل المطارح رح نضل بالشارع، رح نضل حتى نحقق مطالب الناس، رح نضل حتى يرحلوا، الحل انه هني يفلوا، هيدي سلطه العار، هيدي سلطه الارهاب يلي عم بتمارس كل يوم ارهابها على الناس، نحن ما رح نخليها تضل مطرحها، ما يفكروا انه نحن رح نتراجع، ما يفكروا انه نحن رح نهادن، ابدا، نحن رح نصعد يوم بعد يوم، مطالبنا محقه، مطالب الشعب اللبناني محقه، هني تسببوا بالكوارث.
بس هن سرقوا مصريات الناس من البنوكي، هن يلي اليوم عم بيعملوا نوع من تهجير ثقافي، تهجير تربوي، ما عم بيخلوا التلاميذ يقدروا يدرسوا، لا عم بيأمنوا أي شيء، واصلين على العتمة، ما عندهم حتى مصاري، وأنا كتبت أنا من 6 أشهر إنه رح نوصل على العتمة، إنه هيدا كله سوا، كل هالأنواع الإرهاب يلي عم بتمارسها الدولة على الناس، بدهم من الشعب اللبناني والشباب اللبناني ده ساكت، أقل الإيمان، أقل الإيمان إنه هن يعبروا ويعبروا مرات بجرعة من العنف بمواجهة هيدي السلطة. ما حدا يفكر انه نحن رح نغنج، هيدي الطريقة اليوم يلي هن مفكرين انه اذا هن مارسوا ارهابهم علينا انه نحن رح نسكت انه او انه نحن رح نتراجع، ما يحلموا فيها. نحن رح نضل مكملين، رح نضل موجودين على الطريق، رح نستعمل كل الوسائل الشرعية والقانونية، هن يلي عم بيخالفوا القانون، نحن مطلبنا الاساسي انه هن يطبقوا القانون ويطبقوا الدستور ويحترموا الحريات العامة والحرية للثوار والسجن لكل هيدي سلطة العار. نعم استاذ سكاف، هل في محامين من قبل الثوار اليوم رح بيتابعوا استكمال التحقيقات او يتابعوا اذا كان في محاكمات اليوم؟ طبعا نحن بنشكر كل المحامين يلي عم بيكونوا معنا كل الوقت على الارض، في مجموعه من الثوار وحتى في مجموعه من المحامين وكلتهم نقابه المحامين بطرابلس، الشكر لكل المحامين. طبعا في متابعه، ولكن ما صار في مواجهات بين المحامين وبين الثوار بالاول، يلي هيدا مخالف للماده 47 من اصول المحاكمات الجزائيه، ونحن كنا عم نطالب بالاول انه يا عمي ما بيصير هيدا القانون بنص انه يكون في محامين على التحقيق، وهيدا ما صار بالاول. هلا اليوم المحاكمات اللي كانت عم بتصير وهلا عم بتكمل هي عم بتكون اونلاين، يعني ما عم بينقلوا الثوار الموقوفين على المحكمه العسكريه، عم بيكون المحامين موجودين مع القضاة بالمحكمه والشباب موقوفين بعده نقاط توقيف، ونحن كنا عم نطالب انه ما بيصير ابدا انه الدوله القضاء القاضي عقيقي القاضي باسيل هن عم بيخالفوا اصول المحاكمات الجزائيه. يعني الغريب بالموضوع انه الثوار هن عم بيطالبوا بتنفيذ القانون وبتنفيذ الدستور، والقضاء او قسم من القضاة، مش عم نتهم كل القضاء، قسم من القضاة عم بيروح ويخالف القانون، وهذا الشيء بالنسبه لنا مرفوض، وهذا اللي عم نطالب فيه. نعم التحرك رح بيكون الساعه 11 وين هلا بعد شوي قدام المحكمه العسكريه، رح يجي اليوم شباب من كل لبنان، رح يجي اليوم شباب من بيروت ومن طرابلس ومن عكار ومن المنيا ومن الضنيه ومن البقاع ومن علي ومن الشوف ومن النبطيه ومن صيدا ومن سور، رح يجوا من كل لبنان، رح يتجمعوا كلهم اليوم قدام المحكمه العسكريه حتى نطالب كلنا سوا بافراج عن الموقوفين، بوقف الحملات التعسفيه وبالغاء المحاكم العسكريه، الغاء المحاكم الاستثنائيه، لانه ما بيصير اليوم، نحن اليوم شباب مدنيين لازم يتحاكموا اذا كان عليهم شيء قدام المحاكم المدنيه العاديه، إذا إن كان كل المحاكم العدلية جزائية أو غير جزائية، لكن اليوم نحن إنه اليوم يصير فيه تحويل على محاكم عسكرية وكأنه نحن بمحاكم عرفية، ما بنعرف اليوم أحكامها كيف بدها تكون، أو يطلع له شيء قاضي هيك يفتح على حسابه، هيدا شيء برجع بأكد إنه هيدا ضد القانون وهيدا مخالف للدستور، وهيدي الأحكام وهي طريقة التصرف هي طريقة تصرف إرهابية، ومش تصرف الثوار تصرف إرهابي إطلاقاً. ما شايفين الشباب شو عم بيصير بغير دول، ما شايفين شو عم بيصير بفرنسا، ما شايفين شو عم بيصير مبارح بإسبانيا، كيف بتكون الاعتراضات وكيف بيكون العنف. نحن بالمقارنة مع فرنسا وإسبانيا الشباب عنا، وأنا قلتها عندك أكثر من مرة، هيدي ثورة ملائكة بتطلع بالآخر، ما حدا عمل ولا أي نوع من العنف بالشارع، كل الأشياء أنه كم تكسير كم حجر، هيدا شيء منه مقبول، وحتى تهمة حرق بلدية طرابلس هي تهمة مرفوضة، لأنه ما كان في ولا واحد من الشباب موجود، عندهم كل الفيديوهات، لو كان عندهم الجرأة كانوا فرجوا من اللي يلي عملوا هيدا الحريق. فنحن بنقول لهم كل التهم مرفوضة، طرابلس منا مكسر عصا، بدهم يفهموا طرابلس منا مكسر عصا، ولا منطقة بلبنان مكسر عصا، وما حدا يفتكر انه في واحد من الثوار رح نتخلى عنه، ولو بده طول الزمن قد ما كان يكون رح نضل متواجدين معه على الأرض. الصحافي والناشط سمير سكاف يعطيكم ألف عافية، شكرا لإطلالتك معنا، رح نتابعكم طبعا بالأسابيع المقبلة مثل ما تعودنا بهالفقرة، لحتى عن جد يضل صوتنا هالقد عالي.